هو هذا كذا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتي لكل مشاهد قناه زيتون ومرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن. احبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في الاربعاء السويهله بمراكش، واللي ما عرفهاش كاينه في المملكه المغربيه، هل خيرة والرجالية المغربية والناس وللمدن الكبرى بالمملكة المغربية، وكل مشاهد قناة زيتون ومرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، عيالات رجال أبناء أولاد أهلا وسهلا بكم جميعا. سولها اليوم 8 في شهر 3 2023، هل خيرة والرجال جميع المشاهدين قناة زيتون ومرجان أهلا بكم. وما تنسوش جميع المشاهدين قناة زيتون ومرجان يدعمونا بالاشتراك، الله يخليكم. هذا الحباب تاعنا خاصين بالتمر هنا في الاربعاء السويهلة. مرحبا بالسمرجان، الله يحفظك، شكرا لك، الله يبارك فيك. انا سيدي مرحبا، الخيلات بمناسبة رمضان. ديال رمضان سيدي، رمضان يدور بالصحة والسلامة. تبارك الله، يا ربي يدخلوا علينا بالخيرات وبالارزاق وبالدواء والشفاء علينا وعلى الحباب تاعنا فين ما كانوا. غادي نوريهم التمينة ان شاء الله. كي داير بخير؟ كما تشوفوا الخيرات تاع التمر هنايا في الاربعاء السويهلة بمراكش، شحال التمر وتشريها؟ هذا خويا 340 ريال. 340، تبارك الله. منين هاد التمر؟ ليبيا. ليبيا ب 340. مليح داك الشيء ومليح، شتيه؟ تبارك الله. كل ما عندي ياكل. ما عندي ما نقول. وهاد الشريحة اش داير ليها هنايا؟ شريحة 560 دولار. وهاد التمر عاوتاني. هذاك إماراتي السيف. شحال؟ هذا 380 ريال، والآخر 20 درهم. هذا ب 380 وهذا 20 درهم، وهذا بلوح ولا اش تتقول؟ هذاك التمر جديد ثاني. حاجه ممتازه. اشمن منطقه هذه؟ هذا ديال الاردن. بلوح تاع الاردن. الاردن الاردن عمان. اصبر بلاتي جو مرجان هو الاول. مرحبا، الله يسترك. الله يسترك يا رجل. خاص بالتمور هنايا، هاد الناس هنايا في الاربعاء السويهله بمراكش ديما عندهم التمر، الصميم وليالي تيكون عندهم التمر. تبارك الله. تبارك الله تبارك الله. كيلو مرحبا مرحبا. مرحبا مرحبا بصحاب. مرحبا. كي تشوفوا هادو الحباب تاعنا هنايا في الاربعاء السويهله من مراكش. كيلو كيلو. تنوريوها لجميع المشاهدين قناه زيتون ومرجان. وكاع اللي جا الاربعاء السويهله يجي مرحبا، يجي يقول تفرطا حاج مرجان. كي تشوفوا الخيرات هادو خاصين بالتمور هنايا في الاربعاء السويهله في مراكش. كي تشوفوا معنا تنوريوها لجميع المشاهدين قناه زيتون ومرجان. ورينا هاد التمينه هنايا كي داير. مرحبا. كاين 500. ماشي مرجان، راه مرجان مرجان. انا براسي عريان مرجان. مرحبا. أزيد أبو الشهر. حرم الصف. تنوريوها لجميع الحباب تاعنا. أهلا. كيداير الزيتوني؟ خبرتي ما بنتيني يا اليوم والي. موجود الزيتوني موجود. ما بنتيش لي اليوم. جودة. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. هادو راه ديما عندهم التمر هنا في الأربعة السويلة. في مراكش. والجودة زينة. أيه تبارك الله. تنوريوها لجميع المشاهدين قناة زيتون ومرجان داخل الوطن أو خارج الوطن. ومرحبا. مرحبا. وتبارك الله الزيتوني. الله يحفظك. على مزف التمر مرحبا. أعطينا هذا الأثمنة شحال؟ الأثمنة 16 درهم شحال؟ وهذاك اللي حداك 18 درهم. وهذه الكرتونة اللي حداك؟ هذا 25 درهم. ها هو شحال كرتونة؟ والمليح. وهذا الشيء اللي هنايا؟ هذا هو 33 درهم، اسمو خلو 30 درهم. شحال كرتونة جديدة؟ هذا الآخر هذا هو 33 درهم. شحال هذا؟ اش بدولة هذا؟ هذه الدقلة ديال الجزائر.
هذا هو ديال الاردن التوجيه ديال هذا العام. اييه تبارك الله. ديال تونس الساعه ديال تونس هي شحال ممتازه. هي تبارك الله تبارك الله. الاخر كاين الساعه ديال ليبيا هي 13 درهم شحال هذا مناسب. هذه ليبيا شحال هذه ليبيا؟ 160 درهم 18 درهم 18 درهم. الخيرات موجوده في المملكه المغربيه. شحال هذه مقريه؟ كراتي الحجم شحال هذه الخيرات؟ هذا هو 35 درهم شحال مليحه راس 35 السكري السكري شحال راس السوق تبارك الله هذه الخيرات 35 درهم في جوج كراتي كان فيها كاليتي اخر كما تشوفوا كما قلنا الحباب تونا رخاصين بالتمور هنا في الاربع السويله بمراكش. نحييو جميع المشاهدين قناه الزيتون مرجان داخل الوطن او خارجه. اي نوع تبارك الله تبارك الله الله يصدق ليكم والله يسر ليكم علينا وعليك الله يسر ليكم. مرحبا العشاء العشاء هذا الرحماني تا هو خاص بالعطريه هنايا في الاربع السويله حدا الكزاره. بو وي ام راجل مخير. شحال الكابون؟ كابون رحماني هذا تاع الرحامله هذا خويا. هذا بلدي زعما تاع الرحامله. شحال داير هذا؟ 2400 وهاد الثومة شحال ديالها؟ الثومة ديالها 25 درهم. مغليها دير لي غير 20 درهم. 360 عاد ماليها. هاد البلدية ديال تالي وين؟ تالي وين هادي ولد عمي مشى للصباليون. أمال ودا زعفرانو. وهاد العطرية عندك كي دايرة هنا؟ كاين الله أفضل من كل شيء عندي المليح. تبارك الله. وكنبيعو بوجي أحمر. معروف هنايا في. معروف المليح. والله كبير. كاين شمرة وربعة الصباع عند الكولي. ياك اي كيسول شحال بعتي هذا اللوز؟ هذا اللوز 14 درهم يا خويا 70 درهم. علاه زدتو فيه؟ شويه جا السوق شويه اخرى. تيقولوا 65 كانت 60 دابا 70. ياك شويه جات معاك 5 درهم. وهذيك الفاكهه شحال دايره؟ التمر هذاك 18 درهم. لا الفاكهه الفاكهه. كاين القرقعه هو 14 درهم 70 درهم. 70 درهم. كاين شي ديال الزنجبان والكاوكاو النوافع ثاني كاينين شحال اخرى؟ والثمن خاصنا نعرفوا ولا تبيع؟ الزنجبان تنبيعوا 30 درهم 33 32 ديال مصر. شنو السكين؟ كاين البلاد تاهو تنبيعوا ب 40 درهم 45. وهذا الكاوكاو الكاوكاو هذا ديال البلاد ها هو الله 30 درهم. هذا 35 درهم بلدي. وهذاك شنو اللي منقي ابيض؟ هذاك البيض. هذا كاوكاو تو منقي هذا تنبيعو ب 32 درهم 640. 32 درهم 640. كاين اللوز بلدي ها هو. شحال داير هذاك اللوز؟ 17 درهم 17 درهم الكيلو. غير مليح. ياك؟ 17 درهم مليح هذا. شحال هذا اللوز؟ كاين النافع بلدي كاين الصوجا. فرا النافع البلدي. النافع البلدي اخويا. هذاك ماشي بلدي. البلدي هذا البستاني. ماشي بلدي الله يهديك. البستاني الله يهديك. هذاك البلدي راه يكون بحال بحال هذيك حبه حلاوه. اي هذاك رقيق. ايوا هو اللي تيتمشى مزيان هو اللي تيتباع هذا. قول هذاك هو اللي تتقولوا بلدي وصافي. هو اللي تيتمشى وكاين هذا الغليظ ديالو هذا هو. شحال داير هذاك وشحال داير هذاك؟ هذا داير 1600 وهذاك داير 1800. زيد 50 على هذاك. زيد الفرق. تبارك الله هذا الخيرات في الاربع السويله بمراكش. تنحيوا جميع المشاهدين قناه الزيتون مرجان. شحال هذا التمر السكري؟ هي عندك التمر السكري؟ داير 15 درهم. تبارك الله عليك. وهذيك الشريحه تاع توازان ولا؟ هي المليحه. شحال دايره هذيك؟ 40 درهم. وهاد الزبيب شتا ويني مليحه هادي حمراء وهادي كحله كيفاش زعما هادي؟ هادي الموسكة هادي مليحه هادي هادي ما فيهاش العظم زوينه هادي فيها الماكله هي شحال دايره هادي؟ 40 درهم باش نبيعها ويني مليحه فيها الماكله وهادي بحال بحال ثمن واحد. هاد الخيرات في الاربع السويحله في مراكش. خير اخويا الزيتوني الخير موجود موجود خير الحمد لله الخير موجود فعلا الليل والخير راه الله تيعطي الخير بالحباب تونا الخير راه موجود غير ما تخلعوش. خيرات راه موجوده الحمد لله في المملكه المغربيه.
الخيرات تصب كل بلاصه. الشريحه تاع هيره مليحه اخوها. شحال دايره ديك الشريحه؟ دايره ب 40 درهم هاي مليحه تبارك الله. 40 درهم. 40 درهم الكيلو. وهي مزوره الشيخ. ما عندي برك. علاش ما طاليناش بالدقيق؟ لا. هذه ديريكت نبيعوها بحكم هي ما تداش هذه. ما دارتش فيها الدقيق. لا.